العالم الخضروي في المناطق الجبالية اللي كتهم الخروم اللي كتهم كذلك الغبان في الصباح وتعمل كذلك فك العزلة في الطرق والمسالك الطرقية والخضروية، وهذه كلها مشاريع اللي هي لها الأهمية ديالها على الساكنة المحلية، وكتحسن القوت ديال يعني والعمل ديال كل واحد اللي هو موجود في هذا المكان. وكاين استثمارات اللي هي ديال الدولة بحال يعني الاستثمار اللي تعمل في هذيك المنشأة اللي هي كتصيب يعني الماتيار بروميير ديال العسل، وكاين استثمارات اللي هي ديال القطاع الخاص بحال هذه اللي حنا موجودين فيها، اللي ما كيمنعش ان القطاع الخاص يعني يعمل استثمار ديالو في واحد المكان اللي هو ديال الفلاحه التضامنيه وفلاحه ديال المناطق الجبليه. كما انه مناسبه انه تم واحد العرض ديال هادشي ديال التحفيل الجماعي اللي مس واحد الالاف ديال الاكتارات هنا في المنطقه، واللي يعني من المنطقات الواعده اللي مشات فيها المحافظه، واللي تم يعني العرض بانه هاد الاراضي يمكن يعني محافظين وموجودين باش الناس يمكن يستغلوهم في احسن استغلال حتى تكون هناك قيمه اضافيه بالنسبه لهاد الاراضي وبالنسبة للاستثمار. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.